السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا للزميل ايمن جادة. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. لما يتعلق الامر بمواجهه حديديه بحضور الكره الالمانيه والاسبانيه فان المباراه لا يمكن ان تكون الا ناريه ناريه. هذا ما ينطبق الليله في استاد المباراه في استاد جوزي الفالادي بالعاصمه البرتغاليه لشبونه. جوزي الفالادي هو ملعب سبورتينج لشبونه في العاصمة البرتغالية بين أتلتيكو مدريد الإسباني وإير بي لايبتسيش الإنتر. جولاتشي في الدفاع، كلوستر ماتياتي يغادر ويعود الأساسي خيمينيز في معهد الكرة للألمان بسرعة خيالية. استمرار الألمانية والخبرة الإسبانية والتسويق غريبة جدا. هالشتنبرغ أمامنا وراكم الكرات الثابتة وكرة خطيرة لكن في 56 مليون يورو راح للبلوزة تشيلسي. دي بالكرة البرازيلية كرة لولبية فرنسي تعدي الكرة يوسف كورسن. مباراة وحيدة في استاد جوزي الفالادي بالراس رائعة من دياغو كوستا أو خيمينيز. خيمينيز أمامنا الأوروغوياني يسعد فوق الكل والتألق للحراسة أخرى. كورسن في التبويه وإمكانية العرضية ضربة اليسار يراوغ ويعدي كرة زاحبة والتسويب. التسويب رائع مشاهدينا الكرام، قوة التسويب من كاراسكو البلجيكي يان كاراسكو. رينان لادي يوزع تسمية المراقبة بحكم الفيديو أنخيلينيو تسدي سامع وإمكانية لاينر مرة أخرى وين الراس وين؟ شنو هذا؟ والمطالبة بضرب الجزاء والحكام مارسينياك يقول لا وألف لا. أتلتيكو مرور والعبور التحضير وسط الميدان لكامبل. تسويب بعيد تسويب بعيد من اللاعب رقم 44 في التشكيلة الألمانية كيفين كامبل السلوفيني. الألمانية في المراحل الإحصائية وهذه كرة كاراسكو. كاراسكو يوزع والتدخل من شتنبرغ رائع منه يمحي فرصة خطيرة للفريق الإسباني في إنجلترا وأجد أهداف في زنترين ستانوفيني. أنخيلينيو يوزع هجوم خطير والمخالفة ضد السوي الدنماركي كابتن الفريق يوسف بولسن. أمامنا الدنماركي يوسف بولسن. شوف الكرة شوف الخطورة وما زالت الكرة من يوسف بولسن. صعبة الكرة وما زالت الخطورة واستماسافيتش المونتينيغري بعد الكرة في التماس الفرنسي يوزع دونكو أمام سيفاسافيتش. يا سلام كاستان رينان لودي ليس هنالك أفضل منه بهذا المجال إلا أتلانتا بيرغامو الإيطالي المتحسن على خمس ركلات جزاء. يعني لايبزيغ مارتينو فيرنر سابقا والآن يحدق التعامل مع منطقة الجزاء. ساول نيغيز اللي يحكي مع زابيتسر. شوف اليان كاراسكو يحاول المراوغة وكلوس تيرمان بسك الأمام يضع الكرة خارج الميدان. حاولت الهروب من ماركوس ليورانتي وتصدي فيرنزي بكل القوة من قلب الدفاع أوباميكانو. ماركوس ليورانتي جهولة يعطي وزع وتصدي ديمتي يراوغ لاينر يدخل منطقة الجزاء للكرة. يا سلام أنخيلينيو الآن تحضير وبالراس والخطورة كبيرة. كرة من كاراسكو بالراس يعطي المساحة للاينر وكمان في التحضير وطويل الكرة تصدق الثنائي العملاق كرة كونكو يعدي الفرنسي كونكو. شوف الكرة رينا لودي وستيفان سافيتش مرة أخرى رغم الإصابة وعلى الجبين عصابة
لكنه ستافيتش كسب المعركة وكرته الرأسية انكونكو الوصل اوباميكانو قلب الدفاع الاسمراني برأسية تصدي للعارين السلوفيني ليان أوبلاك تعدي سابيتشر للاينر وسيونسن كريستوفر انكونكو ودانييل أولمو انكونكو الألمانية باسترجاع الكرة مخالفة قريب جدا الحكم البولندي زوم مارسينياك النارية أنخيلينيو يوزع خطيرة قوية يوزع جول 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 هذه هي الكرة الألمانية حارقة ونارية المراهق الكروي الألماني يا سادة يا كرام من أتلتيكو مدريد يعاني الكرة الألمانية والنادى يا سادة لايبزيغ اليوم 11 عام على النظيرة الإسبانية وهذه فرصة وبيتر جوراتشي أمام ماركوس ليورانتي هل فاته القطار أتلتيكو مدريد من خلال هذا المشوار نقول أن أوباميكانو لأولمو صاحب الهدف الوحيد عيد كيران تريبي يوزع أنخيلينيو في التحضير لكن الدفاع وكرة خطيرة والتصدي كرة والتصدي حكم ماذا يأتي يأتي التمويه تمويه لجواو أو لرينان لودي التمويه من أجل نيل أندار البرازيلي رينان لودي خطورة وضيع الكرة لك إيراو يدخل منطقة الجزاء والركنة أوباميكانو أو ضربة مرمى رغم المحاولة البلجيكية ليان كاراسكو وين الكرة الآن و وجواو فيليكس الحكم مارسينياك ماذا يقرر البولندي مارسينياك يبدو انه يتوجه لنقطة الجزاء وياتي ورقة صفراء مرة ثانية للتمويه من جواو فيليكس فيليكس جواو هدف التعادل جواو جول جواو جول الحديث المدريدي مع الآن المراهق الألماني أتلتيكو مدريد لا يرحم في هذه الدقيقة ويأتي بالحقيقة روبر خيلينيو يوسف بولسن بالهجمة المركزة صعب جدا وأنه أتلتيكو مدريد كورة بالتوزيع على مستوى القائم الثاني جو فيليكس موراتا تصدي دفاعي ألماني كاراسكو كيران يوزع خيلينيو يوزع وتسجيل جول 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 غدار غدار الأمريكي أدامز غدار غدار الفريق الألماني من نيان أوبلاك وآني هذه هي الكرة الألمانية حارقة نارية